أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم في بلد المليون شهيد، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأنني أعرب كذلك عن ثقتي في أن آليات العمل العربي المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة في ظل رئاسته. فأجدد التأكيد بهذه المناسبة على أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل دعم جامعة العربية بيت العرب بما يحقق مصالح شعوبنا الشقيقة، وأدعو الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يلتئم هذا الجمع الكريم بعد غياب طال عواما ليحمل معه دلالة سياسية مهمة تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أوطاننا. ولعل انعقاد قمتنا العربية هو في حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها. وما أحوجنا اليوم في ظل تتابع الأزمات العالمية والإقليمية إلى استذكار محطات التعاون المضيئة في تاريخنا التي تجسدت فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل، وبما يعيد الحقوق لأصحابها ويحفظ الاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة. وإن تاريخ أمتنا العربية وما شهدته دولنا من أحداث في الماضي القريب يثبت لنا جميعا وبما لا يدع مجالا للشك أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا. إن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فإنما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية وتدخل قوى إقليمية أجنبية في شؤون المنطقة من خلال تغذية النزاعات وصولا إلى الاعتداء العسكري المباشر على بعض الدول العربية، وكلها عوامل أفضت إلى طول أمد الأزمات دون حل في زمن تشتد فيه التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية عالميا وإقليميا، ويزيد فيه الاستقطاب الدولي الذي أصبح عنصرا ضاغطا سياسيا واقتصاديا على نحو بات يؤثر علينا جميعا. لقد أثارت هذه التحديات العديد من الشواغل المشروعة لدى الشارع العربي، والذي بات يتساءل عن الأسباب التي تعيق تحقيق التكامل بين دول الإقليم العربي في مختلف المجالات، الأسباب التي تحول دون أن تلحق أمتنا ذات الموارد والإمكانات الهائلة بركب الأمم الأكثر تقدما، بل صار يتساءل عن غياب التصور والإجراءات المطلوب اتخاذها لوقف نزيف الدم العربي ورد تدخلات القوى الخارجية والحد من إهدار ثروات المنطقة في غير مقاصدها الصحيحة، وبلورة التسويات النائية للصراعات التي لن تحل بمعادلة صفرية يقصى فيها طرف أو يجار على حقوقه. ومن واقع الترابط الفعلي
الذي يجعلنا جميعا أعضاء لجسد واحد، ومن واقع حجم التحديات والضغوط الراهنة الذي يفوق قدرة أي دولة على التصدي لها منفردة، فأنه يتعين علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات، استناداً على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى، بما يسهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان ونبذ الطائفية والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقطع الطريق أمام أي محاولات لدعمهم أو منحهم غطاء سياسيا أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي. وإن ضمان قوة ووحدة الصف العربي هي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، ويحترام استقلال وسيادة وعروبة دولنا وتحقيق المنفعة المتبادلة وحسن الجوار والامتناع الكامل عن التدخل في الشؤون العربية. وتظل مصر طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً يتشكل من خلال اطلاع كل دولة بمسؤولياتها على النطاق الوطني في سياق أوسع من العمل الجماعي على تعزيز قدراتنا العربية سياسياً واقتصادياً وأمنياً. فتكامل القدرات المتباينة إنما ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، بل أنها ستوفر الحماية الرئيسية لنا جميعاً من الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة. هذا الاستقطاب الذي بات له تبعات سلبية على التناول الدولي لأزمات منطقتنا العربية وأعاد للأذهان مظاهر حقبة تاريخية عانى فيها العالم بأسره. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن المضي قدما على طريق اللحاق بركب التقدم والتنمية يتطلب العمل الجاد على تسويت مختلف أزمات عالمنا العربي، وعلى رأسها دوما وأبدا القضية الفلسطينية. وأود هنا الإشارة إلى أن قدرتنا على العمل الجماعي لتسوية القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية كانت تاريخياً وستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا، كما تظل المبادرة العربية للسلام تجسيداً لهذا التماسك ولرؤيتنا المشتركة أزاء الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيد للفلسطينيين وطنهم وتسمح بعودة اللاجئين بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار، هو ما يؤثر علينا جميعاً ويعرقل جهودنا في التنمية والتكامل. ولعله من الملائم أن أشارككم هنا رغبتنا في دعمكم لمساعينا الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إملاءات خارجية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية بالتزامن، واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المبرمة، وتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الميليشيات بما يحول دون تجدد المواجهات العسكرية، ويعيد البلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قبل أن أختتم كلمتي وفي نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي، أود أن أوجه عنايتكم إلى معضلة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها. وفي هذا السياق نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الأثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلا، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني. ولا ينفصل تحدي الأمن المائي عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها تغير المناخ الذي أصبح واقعا مفروضا على العالم. واغتنم هذه المناسبة للإعراب عن تطلعي لاستقبالكم في مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2022 بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، لتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعا. الأشقاء الأعزاء، إن تسوية الأزمات العربية والتعاطي مع التحديات الدولية ينطلق أساسا من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا، وتفعيلا لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا في مسائل الأمن الجماعي، وذلك بالتوازي مع جهودنا في التكامل على المسارات الأخرى. ولننظر حولنا، لقد سبقتنا تكتلات أخرى نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقي بل وحروب فيما بينهم، فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات في الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات نظرنا. ختاما أتوجه برسالة إلى شعوبنا فأقول: ثقوا في أمتنا العربية، فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري وممتد، وما زالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم. وثقوا في أن مصر ستضع دوما نصب عيونها تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته، وستظل دائما حاضرة دعما لكم، وستبقي على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على كلمته. والآن أدعو فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون، الإخوة القادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المجيد الفاتح من نوفمبر، ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، أتوجه بالتحية والتقدير لفخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون ومن خلاله للشعب الجزائري الشقيق على استضافة هذه القمة العربية على أرض الجزائر الأبية.
أرض المليون ونصف المليون شهيد لتعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها العالم. الأمر الذي يظهر أهمية التنسيق والتعاون المشترك وتنقية الأجواء العربية لمواجهة جميع التحديات التي تواجهنا مجتمعين كأمة عربية واحدة وموحدة. إن للجزائر مكانة خاصة في قلوب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، فعلى أرضها أعلن الشعب الفلسطيني قيام دولته في العام 1988، وفي رحابها عقدنا منذ أسابيع مؤتمراً للم الشمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، سعياً لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدين تقديرنا وحرصنا على إنجاح هذه الجهود الجزائرية المباركة. وهنا لابد أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأشقاء في مصر التي ترعى المصالحة، والشكر موصول للدول العربية والصديقة التي تساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام كذلك بقرارات الشرعية الدولية. كما أتوجه بالشكر والعرفان لتونس على رئاسة القمة السابقة، وأوجه بهذه المناسبة تحية إكبار وتقدير لأشقائنا قادة الدول العربية وشعوب أمتنا كافة على مواقفهم الثابتة تجاه شعبنا وقضيته العادلة. وأحيي في هذا الصدد جهود الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها. الأخ الرئيس، الإخوة القادة، لا زال الشعب الفلسطيني وبعد مرور 74 عاماً على نكبته يعاني ويلات التشرد والاحتلال، على الرغم من قبوله بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على تقويض حل الدولتين وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وتتصرف كدولة فوق القانون مستندة إلى صمت دولي وغياب للمساءلة والمحاسبة. إن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم ظروفاً في غاية الدقة والصعوبة جراء استمرار سلطات الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض وتهجير أصحابها وهدم بيوتهم وتدمير الحقول وإحراقها واحتجاز الأموال وإصدار القوانين العنصرية والحصار الجائر لقطاع غزة واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحصارها لنابلس وجنين وأحياء وبلدات القدس وما يصاحبها من إعدامات ميدانية واعتقالات واحتجاز لجثامين الشهداء، وهذا ما لا يقوم به أحد إلا إسرائيل في العالم، وانتهاك الوضع التاريخي ستاتسكو للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة
واستباحة قدسيتهما والاستيلاء على جزء من المسجد الإبراهيمي في الخليل وغيرها من الجرائم التي تتحدى القانون الدولي أمام أعين كل الدول وعلى رأسها الدول العظمى التي تسكت وترعى وتؤيد هذه الانتهاكات. ونرحب في هذا السياق بالتقرير الذي صدر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والذي يدين هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية. الأخ الرئيس، الإخوة القادة، لابد أن أقول لكم وبكل صراحة إن إسرائيل دولة الاحتلال التي تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين وتتنكر الاتفاقات الموقعة معها وتستمر في ممارساتها أحادية الجانب لم تترك لنا خيارا سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها. نعم، سنعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل ما دامت لا تحترم شيئا ولا تأخذ اعتبارا لأي شيء، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية التي اتخذت قبل 7 سنوات ونحن ننتظر التنفيذ من قبل إسرائيل ولا تفعل، والذهاب للمحاكم الدولية والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا. الأخ الرئيس، الإخوة القادة، إننا نتطلع إلى دعمكم من خلال إصدار قرار من القمة بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرح روايتنا العربية، لأن روايتنا غائبة في الغرب، غائبة تماماً، والذي يسود في الغرب هو الرواية الصهيونية، وتنفيذ مبادرة السلام العربية ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد أن طلبنا هذا قبل 11 عاماً ولم نتمكن من الحصول عليه. إننا بدعمكم بجهودكم يمكن أن نحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني. نحن لا نتمتع بأي حماية وإسرائيل تبطش بنا يمينا وشمالا ولا أحد يردعها أو يقول لها كفا. وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر برعاية أمريكية في عام 2016 وبعدها بأيام عندما جاء ترامب إلى الحكم لحس هذا القرار وألغاه فورا، مع أن أمريكا هي التي دعمت وأيدت هذا القرار من الألف إلى الياء، وكذلك القرار 181 و194. كما قلت في خطاب سابق، هناك 754 قرار صدرت عن الجمعية العامة لم ينفذ منها قرار واحد ولا قرار، فأنا أطالب بتنفيذ قرارين: 181 الذي قسم فلسطين، وقرار 194 الذي يعطي اللاجئين حق العودة أو التعويض. وأيضاً هذان القراران هما القراران اللذان كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واللذان لم تلتزم بهما.
يعني عندما قدم الطلب لأن تكون عضوا في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة رفضت وقالت يجب أن تقبلوا وتلتزموا بتنفيذ هذين القرارين. موسى شريط كتب قرار وتعهدا بالالتزام والتنفيذ، ولكن هذاك يوم وهذا يوم لم يحصل شيء، وأمريكا تدعم الموقف الإسرائيلي. كما نتطلع لدعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور في عام 1917. نحن ظلمنا من قبل بريطانيا وأمريكا بإصدار هذا القرار الذي يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، وكذلك حق الانتداب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني. هذه واحد. اثنين، وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة عام 48. 50 مذبحة ارتكبت في 50 بلدة وقرية ومدينة، وكلها مسجلة الآن في سجلات إسرائيل ومعروفة. نريد أن نأخذ حقوقنا، نريد أن تعترف إسرائيل بهذه الجرائم وأن تقر بها وأن تقدم لنا التعويضات كما يحصل في أماكن أخرى في العالم، لا أريد أن أشير إليها. وما تالى ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية، هذا غير تدمير ونهب 500 قرية في فلسطين كلها انمحت، محيت عن الوجود. إن الجرائم أيها السيدات والسادة لا تسقط بالتقادم. لذلك فإننا نطالب جميع الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم وساعدت على ارتكابها بالاعتراف بما اقترفته والاعتذار عنها وجبر الضرر، دفع التعويضات للشعب الفلسطيني. وللتذكير فأنه يصادف اليوم مرور 105 أعوام على صدور وعد بلفور المشؤوم، ولا زالت تداعياته قائمة إلى يومنا هذا. الأشقاء الأعزاء، إن شعبكم الفلسطيني وهو يواجه المحتل وسياساته العنصرية بكل صمود وتحدي ينتظر من أشقائه أن يواصلوا وقوفهم معه اليوم من خلال تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرت سابقا، خاصة وأن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، هي تجمع لنا بعض الأموال وتحتجزها غاية بمئات الملايين، مؤكدين على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها بشكل مؤثر، وهي تتعرض اليوم لأشرس حملة إسرائيلية لتهويدها. يريدون أن يهودوا القدس ويريدون أن يهودوا الأقصى ويعيدوا بناء الهيكل المزعوم الذي لم يوجد قطعا في هذه المنطقة، وتغيير معالمها الفلسطينية والإسلامية، مع العلم أن ما أنفقته سلطات الاحتلال والجهات المنظمة الداعمة لها الذي أنفقته يزيد حسب تقاريرهم بلغ 10 مليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من أجل تهويد القدس. الحقوا القدس.
الحق الأقصى والقيامة ستهودان. كما أدعو في هذا السياق أيضاً إلى بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي سيعقد مطلع العام القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وأطلب إن أمكن من قمتكم دعوة الأزهر الشريف والفاتيكان والهيئات والمؤسسات والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لمواصلة القيام بواجبها حيال القدس ومقدساتها، وتبني خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق ذلك باعتباره فريضة شرعية وسياسية لا بد منها. وبهذه المناسبة نتمنى لجمهورية مصر العربية الشقيقة النجاح في تنظيم القمة العالمية للمناخ التي ستأتي قريباً، وكذلك نتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة النجاح في مبادرتها لما يسمى الشرق الأوسط الأخضر. كما ونتمنى لدولة قطر الشقيقة النجاح في تنظيم كأس العالم لكرة القدم والتي تقام لأول مرة في دولة عربية شقيقة. أشكركم فخامة الرئيس على كرم الضيافة ورئاسة هذه القمة، وأحييكم أيها الإخوة القادة وشعوبكم على دعمكم ومواقفكم تجاه فلسطين والقدس. وهنا لابد أن نوجه التحية والتقدير لأبناء شعبنا في كل مكان، وبخاصة لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء، ولشهدائنا ولأسرانا الأبطال وجرحانا البواسل، ونقول لهم إن النصر لقريب، وستبقى مسؤولية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى أمانة في أعناقنا لن نفرط فيها مهما كان الثمن، لأن إسرائيل تريد أن تلغي كل المسؤوليات، مسؤولياتنا ومسؤوليات الدولية عن هؤلاء جميعاً. نحن لن نقبل وستبقى مسؤوليتهم في أعناقنا. التحية لقادة وشعوب أمتنا العربية، ونقول لكم إن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وموطن الإسراء والمعراج وحاضنة القيامة أمانة في أعناقنا، وهي بحاجة لوقفة حاسمة منا جميعا لنصرتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على كلماته القيمة، وأؤكد له مرة أخرى وربما شيء محتاج تأكيد أن كل الأمة العربية واقفة وراء فلسطين حتى نحقق الهدف إن شاء الله. الآن أدعو فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة لإلقاء كلمته، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المحترم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الملوك والرؤساء وأمراء والرؤساء الحكومات المحترمون، معالي الأخ أحمد أبو غيث أمين العام جامع الدول العربية المحترم، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دواعي سروري أن أبدأ كلمتي بأحر التهاني للجزائر العزيزة وللأشقاء الجزائريين شعباً ورئيساً وحكومة، وهم يحتفلون بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. كل عام والجزائر بخير وسلام والتقدم. وفي مستهل كلمتي أحيي الأخوة الجزائريين أيضاً لجهدهم الكريم في احتضان هذه القمة. أحيي الأخ الرئيس عبد المجيد تبون وأتقدم لفخامته بالتهنئة لترأسه القمة في دورته الحالية والثلاثين. نحن على ثقة أكيدة بقدرة شخصكم الكريم على تسيير أعمال هذه القمة بحكمة واقتدار، خدمة للعمل المشترك. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لفخامة الأخ الرئيس قيس سعيد وللجمهورية التونسية الشقيقة على حسن إدارة أعمال القمة السابقة. والشكر موصول هنا للأخ الأمين العام للجامعة الدول أمين عام الجامعة الدكتور أحمد أبو الغيث، ومن خلال معاليه لكافة السادة العاملين بالأمانة العامة في جامعة الدول العربية على جهودهم ودورهم النبيل في تقريب ما أمكن تقريبه من وجهة النظر، وبما ساعد على تحقق هذه القمة ويساعدها في تحقيق المأمول منها. إن التغييرات الحاصلة في بعض بلداننا وفي علاقات بيننا في المحيط الإقليمي والعالمي بشكل عام تؤكد أهمية هذه القمة لتخرج بقرارات وتفاهمات تساعد على تقدير خطورة اللحظة التاريخية الحرجة في العلاقات الدولية، وتؤمن أقصى قدر ممكن من التفاهم البناء ما بين دولنا وما بينها وبين الدول المنظومة الإقليمية والمجتمع الدولي، بما يعز الأمن والاستقرار ويحفظ المصالح العليا لشعوبنا. نأمل ونسعى من أجل أن تكون هذه القمة منطلقاً جاداً ومنتجاً في تنقية الأجواء للعمل المشترك. إن مراعاة وتقدير ووحدة ومصالح الشعوب في السلام والتنمية والبناء ومنطلق صحيح في احترام سيادة أي بلد وهو منطلق لا بد منه لتكون مساعدة إيجابية وفاعلة. حين ننجح في تحقيق هذه المبادئ سيكون عملنا المشترك في إطار الجامعة منتجاً لتفكيك الأزمات وبلوغ الحلول العادلة والسريعة. ونتوقع أيضاً أصبحنا قريبين أكثر من أي وقت آخر من إدراك هذه المبادئ، تقديراً للتضحيات وللدماء التي سفكت في أكثر من بلد من بلداننا، وتقديراً أيضاً للحظاتنا الحرجة في العالم تهدد الأزمات، وهي لحظة تنذر بالخطر في أكثر من موضوع إقليمي ودولي. ما زالت أيها الأخوة محنة الشعب الفلسطيني في المقدمة من مشكلاتنا. ما زال موقفنا في العراق يتمسك بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وبهذا الصدد فإن العراق يدين الإجراءات الرامية إلى مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، ويدعو إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 في مواجهة جميع المحاولات الرامية لنقل البعثات الدبلوماسية إلى زهرة المدائن. بهذا نحيي الأخوة الفلسطينيين لما بذلوه من أجل تجاوز حالة الانقسام الداخلي، ونؤكد تقديرنا لجميع الجهود والمبادرات التي بذلها الأشقاء في جمهورية الجزائرية في هذا الشأن للمساعدة في تقريب وجهات النظر وبما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية. ونجدد أيضاً دعم العراق الكامل ووقوفي إلى جانب أشقائنا في لبنان من أجل نبذ الخلافات وتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بهذا البلد الشقيق. ونأمل أن تكون جهودنا جميعاً
لصالح اللبنانيين بكل أطيافهم ومكوناتهم ومن خلال مؤسساتهم الدستورية لتجاوز الأزمات. وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، فإننا ندعم استكمال المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة بما يعزز الأمن والسلام والديمقراطية ويرسخ الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية التي عاناها الأشقاء السوريين. كما ويدعم العراق جميع الجهود الداعية إلى تحقيق المصالح الوطنية الشاملة في ليبيا الشقيقة عبر حوار بين الأطراف السياسية والتواصل الرامي لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تجمع الليبيين لوقف العنف وتصعيد وتحقيق السلام والديمقراطية. وفي اليمن الشقيق ندعو أيضاً جميع الأطراف النزاع إلى إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه. يدعم العراق مبدأ الحوار وحسن التفاهم بين الأطراف اليمنية بما يدعم الأمن والاستقرار ويصون سيادة اليمن ويعز الديمقراطية. وكذلك يؤكد العراق دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي في جمهورية السودان الشقيق عبر إشاعة لغة الحوار لتجاوز الأزمات وصيانة التجربة الديمقراطية، وقيام الأطراف كافة بالتحرك الوطني الفعال ونبذ الخلافات وصولا لترجيح كافة المصلحة العامة لخدمة تطلعات الشعب السوداني الكريم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، بعد سنوات مرت بالعراق وهي سنوات ليس بالقليلة من الحرب ضد الإرهاب والعنف، فإن أشقاؤكم العراقيين يستطيعون التأكيد على أن وحدتهم كانت عاملا حاسما في دحر الإرهاب وتحرير مدنهم وقراهم. وما زالت فلول للإرهاب تختفي هنا وهناك، لكن إرادة قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومعها عزيمة شعبنا قادرتان على مواصلة ضرب الإرهابيين حتى تطهير كل شبر. إرادة الشعب العراقي في ترسيخ بناء دولة الديمقراطية باتت أشد عزيمة، ولعل تصريف الاختلافات السياسية خلال الأشهر الأخيرة على وقف المبادئ الديمقراطية كان هو المعيار الأوضح لرسوخ هذه التجربة. أمام الحكومة العراقية كثير من المسؤوليات التي ستعمل عليها وبما يستجيب لإرادة شعبنا من أجل الإصلاح والبناء وتعزيز فاعلية العراق في محيط الإقليم والدولي. هذه المهمات تتطلب من حكومة الكثير من القوة والحزم والحكمة، كما تتطلب من جميع القوى الوطنية مساندتها، ونتوقع أن تحظى جهود الحكومة بتفاعل إيجابي من دول الشقيقة والصديقة. أمامنا أيضاً مسؤولية تطوير التفاهم مع الأخوة في البلدين الجارين الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص مشكلتنا من أزمة مياه النهرين بعد انخفاض مناسيب المياه الوارد لهما، وهذا ما أدى إلى تقصيص كمية المياه في الأهوار العراقية. نأمل أن نعمل على تطوير إدارة الموارد المائية من ناحية الداخلية الفنية، وأن يكون الحوار جاد منتجاً لحلول تحفظ الحياة والبيئة والمناخ وتصون أرزاق المواطنين واقتصاد البلد. أشير أيها الأخوة الكرام باعتزاز إلى أن العراق وبعد دحر الإرهاب يحرص اليوم على أن يكون مصدر الاستقرار في محيط الإقليمي والدولي. وقد تكللت هذه الجهود بالمبادرات استضافة بغداد بموجبها عديد من الاجتماعات بين بعض الدول المنطقة، بما ساعد في تهيئة الأجواء الملائمة للحوار ولنزع فتيل الأزمات. هذه الجهود نأمل لها أن تساعد في تحقيق مصالح الشعوب المنطقة وأمنها وسلامها، وترسخ أسس التعاون والعمل المشترك البناء. نأمل أن نواصل الجهد ذاته لتطوير المستويات التفاهم بين الأخوة المختلفين وصولاً إلى ترسيخ الثقة وتطلع بإيجابية إلى مستقبل العلاقات. يهمنا فعلاً أمن واستقرار وبناء منطقتنا وبلداننا على أسس التعاون والعمل المشترك، ولكن لا بناء ولا تعاون من دون الحوار والتقاء
والتقاء المصالح والنظر منا جميعا بعين المسؤولية إلى المستقبل. العالم في أزمة، ومن الواجب أن ندرك مسؤوليتنا إزاء بلداننا ومنطقتنا في هذا الظرف الحساس. لقد وهبنا الله كثير من الخيرات البشرية والمادية والطبيعية، لعل ما يجمع شعوبنا وبلداننا للتعاون والشراكة هو أكثر بكثير ما يفرقنا. حسن التفاهم هو الحل، الحروب لا تقدم حلاً. أسوأ الحلول هي التي تنتجها الحروب. تعزيز الثقة وليس سوء الظن هو ما يساعدنا في خلق بيئة صالحة للتعايش والانسجام. ولن نتطلع لمستقبل تستحق منا منطقتنا. أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه عزة ورفعة بلادنا، أن نجتمع دائما على وحدة الموقف والكلمة لمواجهة جميع التحديات وبناء المستقبل المشهود الذي تستحقه شعوبنا الكريمة. ليحفظ الله سلام بلداننا وشعوبنا وسلام العالم ككل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة الرئيس. جمهورية العراق الشقيقة، أنت كلمة إلى فخامة الرئيس والشيخ الغزواني فليتفضل مشكورا. رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. صاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيها السادة والسيدات، يطيب لي بداية أن أهنئ فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على استضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للدورة الحالية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى ما لمسته من جيد التحضير ومحكم التنظيم، شاكرا له ما لقيناه ووفدنا المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الجزائرية الأصيلة. ويسعدني في ذات الوقت أن أتقدم إلى فخامته وإلى الحكومة والشعب الجزائريين بأصدق التهاني بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية الجزائرية التي تصادف انعقاد هذه القمة، ولما ترمز له هذه الثورة المجيدة من معان وتضحيات عظيمة. وأود كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفخامة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على جهوده القيمة في سبيل النهوض بالعمل العربي المشترك طيلة رئاسة الجمهورية التونسية لقمتنا العربية. والشكر موصول كذلك للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط على ما تبذله من جهد مشكور لترقية العمل العربي الجماعي وتطوير آلياته وتفعيل مؤسساته. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف دولي استثنائي تتزاحم فيه أزمات أمنية وجيوسياسية واقتصادية وبينية جسيمة. فالعالم اليوم يواجه على نحو متزامن الخطر البيئي المتنامي بالطراد والانتشار المتعاظم للتطرف والعنف والإرهاب والانعكاسات الكارثية لجائحة كوفيد-19، وكذلك ما نشأ عن الحرب في أوكرانيا من تدهور خطير في الوضع الأمني الدولي
ومن أزمة غذائية وتضخم متصاعد. وعلاوة على ما تنذر به هذه الأزمات من ركود اقتصادي شامل، فإنها تهدد كيانات العديد من الدول وتوسع بؤر التوتر والنزاعات المسلحة وتضعف قدرة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود، وهو ما يغذي بدوره في حلقة مفرغة هدامة عوامل زعزعة الأمن والاستقرار. ومعلوم بداهة أن قدرة دولنا العربية على الصمود في وجه هذه الأزمات وكذلك على التكيف الناجع والفعال مع ما يلوح في الأفق من تغيرات جيوستراتيجية عميقة رهين بنجاحنا في ترقية العمل العربي الجماعي. ولذا يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود لتكثيف التنسيق والتعاون والتكامل فيما بيننا، وهو ما يتطلب منا ابتداء العمل الجاد على تحقيق الأمن والسلام في كامل فضائنا العربي، وعلى تقوية عرى الأخوة والصداقة والتعاضد بيننا عملا بشعار قمتنا هذه. ومن جهة أخرى، يعد تنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وترشح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة الدورة 28 العام القادم، مؤشراً إيجابياً على أن مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية أصبحت في صلب اهتمامات منطقتنا العربية. ونتطلع إلى أن تلعب دولنا أدواراً إيجابية في إنجاح هذين الحدثين الهامين والاستفادة منهما بشكل كبير. ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد دعمنا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض. ونحن على ثقة أن هذه الاستضافة ستساهم في التعريف بالمقدرات العربية المتنوعة وتفتح آفاقاً أوسع لشراكات جديدة ومثمرة بين منطقتنا العربية ودول العالم في شتى المجالات. كما أن استضافة دولة قطر الشقيقة لنسخة 2022 من كأس العالم يشكل من جهة أخرى نموذجاً لتعزيز الحضور العربي الفاعل في المحافل والأحداث العالمية الكبرى. ويحدون الأمل في أن تتكلل الجهود الجبارة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في هذا المجال بالنجاح التام. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، تمر قضيتنا المركزية، قضية فلسطين المحتلة، بظرف جد صعيب بفعل إصرار الاحتلال على التوسع في الاستيطان وتغيير وضع القدس وتجاهل مبادرة السلام العربية وكل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لنجدد تمسكنا الثابت بضرورة إيجاد حل دائم سريع وعادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. ونحن نستبشر خيراً بما تم توقيعه مؤخراً من اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. كما ندعو إلى إيجاد حلول سياسية سليمة
للنزاعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا على نحو يضمن لهذه البلدان وحدة وسلامة أراضيها وحق شعوبها في التمتع بالاستقرار والأمن والنماء. فبدون الأمن والاستقرار في كامل الفضاء العربي لن نصل بالعمل العربي المشترك إلى المستوى الذي تتطلع إليه شعوبنا وتمليه الإكراهات الماثلة والتحديات المستقبلية. وتأسيسا على هذا، فإن من المتعين علينا تكثيف التنسيق في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة سائر نزاعات بث الفرقة والتعصب الطائفي وكل ما من شأنه أن يطال السكينة والاستقرار على عموم ربوع وطننا العربي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، أيها السادة والسيدات، إن بلداننا العربية لا غنى لها عن تفعيل عملها الاقتصادي المشترك وتأمين الانسجام بين هياكلها الاقتصادية لتتمكن من الاستغلال الأمثل ضمن منطقة حرة مشتركة لما تزخر به من موارد طبيعية متنوعة ومصادر بشرية حيوية. وإيماناً منا بضرورة قيام هذا الفضاء الاقتصادي المشترك وانسجاماً مع ما أنجزناه في إطار تنفيذ سياساتنا التنموية الكبرى من تحسين لمناخ الأعمال ودعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهنا أعني نحن في موريتانيا، فإنني أؤكد لكم انفتاحنا على سائر أشكال التعاون والتبادل البيني ورغبتنا الصادقة في الإسهام في كل ما من شأنه تسريع الاندماج الاقتصادي العربي. ومن هذا المنطلق تنبع الأهمية القصوى لتفعيل السوق العربية المشتركة وتعزيز التكامل والتبادل بين بلداننا. وأملنا أن تشكل الدورة الخامسة للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستحتضنها بلادنا العام المقبل فرصة لتعميق البحث في أولويات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دولنا والخروج بإجراءات عملية في هذا الصدد. وفي الختام أرجو لأعمال قمتنا هذه كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي على كلمته القيمة. والكلمة الآن لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لمجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ولحكومته وشعبه العزيز على ما أحاطونا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما لمسناه من إعداد متميز لقمتنا هذه. كما يطيب لي أن أتقدم بعميق الشكر إلى أخي فخامة الرئيس قيس سعيد وإلى الجمهورية التونسية الشقيقة على استضافته القمة السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة على ما يبذلونه من جهود مقدرة خدمة للعمل العربي المشترك ومتابعة توصيات القمم السابقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
نلتقي مجددا، وعالمنا العربي لا يزال يعيش على وقع تحديات جسام وأزمات مستفحلة لا تشكل تهديدا جديا للسلم الأهلي والاستقرار والتنمية فقط، بل تمثل أيضا تهديدا وجوديا لبعض دولنا. وفي هذا الصدد فإننا أمام مسؤولية مضاعفة لوقف التردي والتصدي للمخاطر المتصاعدة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التكاتف والتلامح والتحلي بروح المسؤولية الجماعية لتجاوز تلك الأزمات وبناء مستقبل أفضل يلبي آمال وتطلعات شعوبنا ويقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية في شؤون دولنا الداخلية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع في الجزائر الشقيقة بلد العزة والكرامة والشرف والصمود، المعروف بحرصه على الدفاع عن القضايا العربية والمشهور بمبادراته في مجال تعزيز وحدة الصف العربي، وآخرها مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي توج بتوقيع إعلان الجزائر حول إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. ونجدد ترحيبنا بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة هامة في طريق الوحدة الفلسطينية وترسيخ المشروع الوطني لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ونثمن عاليا الدور الذي قامت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة لرعاية المحادثات والتوصل إلى هذا الإنجاز التاريخي، كما نشدد على دعمنا الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الباسل في مقاومة ودحر الاحتلال الصهيوني. فيما يتعلق بوضع في اليمن الشقيق، فإننا نعرب عن أسفنا لعدم تمديد الهدنة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأشقاء اليمنيون، ونعيد التأكيد على مساندتنا المطلقة للحكومة الشرعية، كما نعبر عن دعمنا للمساعي المبذولة لإنهاء الصراع ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في عام 2015، بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه. وبشأن التطورات في ليبيا الشقيقة، فإننا نجدد التأكيد على أهمية الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين. وفي هذا السياق فإننا ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وفيما يتصل بالمستجدات في الصومال الشقيق، فإننا نشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مجال إرساء مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، وننوه في هذا المضمار بالنجاحات الكبيرة التي تحققت بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود ضد حركة الشباب، وندعو في الوقت ذاته إلى تقديم الدعم والعون لهذا البلد الشقيق في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي يمر بها. وفي الإطار ذاته نجدد تضامننا التام مع جمهورية السودان الشقيقة، كما نعرب عن أملنا في أن تتمكن القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام في هذا البلد العزيز من الوصول إلى وفاق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية
تدير البلاد وتهيئ الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، في ظل الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإننا في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف في مواجهة التحديات التي تفرضها هذه الأوضاع. واتصالاً بذلك، فإن الأمل يحدونا في أن تشكل قمة الجزائر مرحلة مفصلية في مسيرة العمل العربي المشترك، بالنظر إلى ما يتمتع به الأشقاء في الجزائر من حنكة وحكمة تمكنهم من تحقيق الأهداف والغايات المنشودة. في الختام، أجدد الشكر لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجزائر الشقيقة حكومة وشعبا على استضافة هذه القمة والإعداد الجيد لإنجاحها. وتهانينا الحارة للشعب الجزائر الشقيق بمناسبة الذكرى 68 لثورة المجيدة. ونسأل المولى عز وجل أن يكلل أعمال قمتنا بالنجاح والتوفيق، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير وصلاح أمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فخامة الرئيس. أدعو صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت لإلقاء كلماته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس الدورة 31 لمؤتمر القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أنوب عن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وأن أنقل لكم جميعا تحيات سموه حفظه الله ورعاه وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير أمتنا العربية وخدمة قضاياها العادلة. كما يطيب لي ونحن على أرض الشهداء أن أتقدم إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وإلى الشعب الجزائري الشقيق بأسماء آيات التهاني بمناسبة الذكرى 68 لثورة التحرير الجزائرية المباركة. هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا. كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى فخامته على رئاسته لأعمال هذه القمة، معربا عن ثقتنا بأن خبرة فخامته وحكمته ستكللان أعمالها بالنجاح والتوفيق. وبالشكر لفخامته وإلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وشعبها الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المميز لهذا اللقاء الهام. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الشكر موصول لأخي فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وحكومة تونس الشقيقة على متابعتها لأعمال القمة السابقة، مستذكرين جهود الرئيس الراحل الباشي قائد السبسي
في خدمة أمتنا العربية وتعزيز عملنا العربي المشترك. ولا يفوتنا في هذا المقام الإشادة بجهود معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط وجهاز الأمانة العامة في الإعداد الجيد لهذا اللقاء. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يأتي اجتماعنا اليوم في قمة تحديات جسام ومخاطر تحيط بعالمنا العربي، وفي ظل هذه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وتطوراتها المتسارعة، فقد أضحى لزاماً علينا الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون للتعامل معها عبر وضع تصورات واضحة معلنة تحقق الأهداف المنشودة لمنظوميتنا العربية العريقة وتلبي طموحات شعوبنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، من هذا المكان نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى حل دائم وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ولا يفوتني هنا أن أعرب عن دعمنا الكامل لجهود الأشقاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وهي خطوة هامة في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا الشقيقة، فإن دولة الكويت تجدد موقفها الثابت بعدم وجود حل عسكري لهذا الصراع الدامي، ولا بد من إفساح المجال أمام الحل السياسي الذي يحقق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق ومطالبهم ويحقق لسوريا أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وحول الوضع في اليمن الشقيق، فإننا نعرب عن القلق لرفض ميليشيا الحوثي تمديد الهدنة ورفضها للجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وندعو الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدين دعم دولة الكويت الكامل لتلك الجهود وصولاً إلى الحل السياسي للأزمة، بما يحقق للأشقاء في اليمن تطلعاتهم إلى تحقيق الأمن والاستقرار. كما نجدد إدانتنا واستنكارنا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت، والذي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا للإمدادات الطاقة وممرات التجارة الدولية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وبشأن العلاقة مع إيران، فإن دولة الكويت تؤكد حرصها على علاقات الصداقة والتعاون التي ترتكز على احترام مبادئ القوانين الدولي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، كما نؤكد موقفنا الثابت ودعمنا لحرية الملاحة في المياه الدولية
وإدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا نراقب جميعا وبقلق شديد تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين وتبعاتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصاد العالمي، وتؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت في رفض التدخل العسكري ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية والأممية الداعية إلى تغليب لغة الحوار واللجوء إلى الحل السياسي القائم على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبهذا الصدد ندعم ونشيد بدور جامعة الدول العربية والجهود المبذولة في سبيل المساهمة في حل النزاع وإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا نجدد التأكيد على تمسك دولة الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية لتجنيب الأجيال المقبلة تبعات الحروب والنزاعات، وندعو للعمل على تطوير التعاون والتكامل الأقليميين والمشاريع المشتركة بين دولنا بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية ودعم الابتكارات والشراكات في هذا المجال. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن دولة الكويت تتابع باهتمام وعناية القضايا التي تقلق عالمنا العربي، لا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف وما يتعلق بالأمن الأقليمي والدولي، مشددين في هذا الإطار الرفض التام لكافة صور الإرهاب ومظاهره، مجددين الدعوة لتضافر الجهود الأقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله، كما نؤكد ضرورة تفعيل المبادرة التي تقدمت بها دولة الكويت وتضمنها قرار جامعة الدول العربية رقم 8766 الصادر عن الدورة العادية 157 بشأن تقديم مشروع استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه. وندعو جهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى متابعة مبادرة الأمن الغذائي العربي والعمل على أن توضع محل التنفيذ في أقرب وقت ممكن وفقاً للآليات المتفق عليها. وفي الختام أكرر الشكر لكم جميعاً راجياً لأعمال هذه القمة كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً صاحب السمو شيخ مشعل نائب أمير وولي عهد دولة الكويت شقيقة على كلمته. والآن أدعو سمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أصحاب الفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على استضافة هذه القمة، ونشيد بحرصكم
على دعم مسيرة العمل العربي المشترك. وأنا أتقدم بالشكر أيضاً إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والجمهورية التونسية الشقيقة على جهودكم الكبيرة في تحمل مسؤولية رئاسة الدورة السابقة. كما أشكر جامعة الدول العربية على تنظيم هذه القمة وعلى الجهود في متابعة قرارات القمم السابقة وتوصياتها. أصحاب الفخامة والسمو، حان الوقت لنعمل معا للوصول إلى شبكات تعاون اقتصادية عربية حقيقية وفعالة لتضع دولنا في مكانها على خارطة الاقتصاد العالمي. فالأزمات التي يشهدها العالم مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية تتطلب منا عملا عربيا تكامليا لمواجهتها، خاصة وأن أثارها من ارتفاع لأسعار الطاقة والغذاء وكلف خدمة المديونيات العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي تهد استقرار الدول وأمنها المجتمعي. ولأن تحدياتنا متشابهة وفرصنا مشتركة، فلا بد من الاستفادة من الإمكانيات الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة. فقد بات الأمن الغذائي وتعزيز مصادر المياه والطاقة في طليعة التحديات العالمية، وهو ما يفرض علينا البناء على نقاط القوة في كل بلد عربي شقيق لتصبح قوة لبلداننا كافة. إن الموارد الطبيعية الهائلة في العالم العربي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية التجارية مع العالم وشبابنا بما يمثلون من قوة بشرية كبيرة، كلها عوامل إن تم استثمارها ستقودنا نحو النهضة الاقتصادية وتصنع المستقبل الأفضل والازدهار لشعوبنا. أصحاب الفخامة والسمو، لا يزال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية خياراً الاستراتيجي، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وواجبنا كدول عربية تكثيف جهودنا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم. أما القدس فهي مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها، والأردن وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها سيستمر بالتعاون معكم ومع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية بدوره التاريخي في حماية المقدسات ورعايتها. أصحاب الفخامة والسمو، إن استقرار وأمن العراق الشقيق ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وواجب علينا دعم الأشقاء في العراق لتمكينه من التقدم نحو المزيد من الاستقرار والإنجاز والعودة إلى دوره الرئيسي في محيطه العربي. أما بالنسبة للشقيقة سوريا، فلا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، ويكفل العودة الطوعية الآمنة للاجئين. وكذلك لا بد من حلول تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا في اليمن وليبيا، فالاستقرار شرط للمستقبل المشرق الذي نريد، وعلينا جميعاً تقع المسؤولية في حل أزماتنا العربية. أصحاب الفخامة والسمو، إن شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا، وعلينا توفير الفرص التي تنمي إمكاناتهم وتطلق إبداعاتهم ليساهموا في بناء المستقبل الواعد في بلادهم ويكونوا قوة مؤثرة لتحقيق السلام
والتنمية المستدامة لما فيه الخير لمنطقتنا وعالمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لصاحب السمو الملكي أمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية على كلمته. والآن أدعو فخامة الرئيس حسين شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال فليتفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة سابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والرؤساء الوفود المشاركة والمنظمات الدولية، معالي السيد أحمد أبو الغيظ أمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، يشرفني اليوم أن أشارككم في هذه القمة المباركة وأنقل إليكم تحيات الشعب الصومالي الذي أتشرف بقيادته مرة أخرى، والذي يناضل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات طويلة خاضها حربا مع حركة الإرهابية. هي أشرس وأقوى على مستوى القارة الإفريقية. كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيسا وحكوما وحكومة وشعبا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى أرضها. كما أهني تهنية حارة نيابة عن الشعب الصومالي إلى أخي فخامة الرئيس عبد العزيز عبد المجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في مناسبة ذكري الثورة المجيدة. ويسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأخي فخامة السيد قيس سعيد رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة 30 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. ونثمن بما بذله من جهود كبيرة ساهمت في تسيير اجتماعاتنا ومتابعة قضايانا العربية، والتي كان لها الأثر البالغ على في دعم العمل العربي المشترك. كما أوجه التهنية الحارة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائرية الشقيقة، رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، متمنيا لفخامته النجاح والتوفيق في هذه الدورة التي نتمنى أن تحقق أهدافنا المنشودة وتعالج قضايانا فيما يعزز عملنا العربي المشترك. وكذلك أود أن أعرب عن امتناني للجهود المثمرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأخ أمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيث في الدفع بعملنا العربي المشترك نحو الأفضل، وفي الإعداد الجيد وحسن التنظيم لأعمال الإجتماع. والشكر الموصول لأصحاب المعالي والسعادة ووزراء الخارجية والسفراء والمندوبين على أداء المميز والرفيع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يأتي إنقاذ هذه الاجتماع الهام في وقت توجه فيه المنطقة العربية أزمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع. في ظل تحديات جائحة كورونا وكذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي زادت الأعباء عاتقنا، وخاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة،
مما يحتم علينا توجه جهودنا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقية وخطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة لأزمات الطاحنة بالمنطقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فيما يخص الصومال فقد شرفت بإعادة انتخابي رئيسيا لجمهورية الصومال الفيدرالية لمرة ثانية، وقد بادرت فورا تولي مهام منصبي بالعمل على عدة محاور لمواجهة الإرهاب عن ناحية والعمل على مواجهة أزمتي الجفاف ونقص الغداء من ناحية أخرى. إن جمهورية الصومال الفيدرالية على مسعى التغلب على التحديات والصعوبات الأمنية والاقتصادية والسياسية الناجمة على أنشطة الحركات المتطرفة والجفاف المتكررة نتيجة التغير المناخي، حيث مثلت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة التحدي الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال على مدى عقد ونصف. واليوم تشهد هذه الحركة الإرهابية تراجعا ملموسا في كافة الأبعدة العسكرية والاقتصادية والأيديولوجية. لقد كانت هذه الحركة الإرهابية ولا تزال تمارس أبشع أنواع القتل والتنكيل بالشعب الصومال، ولعل ما شهدته العاصمة مقدشو خلال هذه الأسبوع من تفجير انتحار راح ضحية أكثر من 100 شهيد وخلف أكثر من 300 جريح ونتج عنه خسائر مادية قدرت بملايين الدولارات، هو أكبر دليل على ضعف القوة العدو وقلة حيلته بعد أن خسر في الميادين الحرب أمام القوات الأمنية الصومالية باسلة بالتعاون مع شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة. ولكن لا تزال الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم لكي تتمكن من بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الإرهاب الذي تعاني منه الصومال في ظل تزايد خطر الحركة الشباب الإرهابية التي تهدد مقدرات الدولة، وكذلك المساهمة في دعم الصومال لمواصلة تنفيذ البرامج المهمة ودعم المؤسسات الدولة وإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي والسمكي، حيث تمتلك الصومال الكثير من الثروات التي يمكن استغلالها واستفادة منها لمواجهة التداعيات الكارثة، حرائم تفاقم الأزمة الغذائية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن استراتيجيتنا في مواجهة هذه الحركة الإرهابية تشمل ثلاثة محاور رئيسية تمتد فيه: 1. المواجهة العسكرية وإنهاء وجودهم الميداني. 2. الحرب الاقتصادية التي تستهدف قطع وتجفيف مصادر التمويل الإرهابي داخليا وخارجيا. 3. الحرب الفكرية التي ترمي إلى كشف حقيقة الإرهابيين وإساءتهم لديننا الحنيف. إن هذه المعركة التي يخوضها الصومال حكومة وشعبا ضد الجماعات الإرهابية تتطلب الكثير من الموارد كي تحقق الأهداف المرجوة منها، وهذه الأهداف متمثلة في وجود الصومال خال من الإرهاب يتمتع بالأمن والاستقرار، وفي حال ونائم وتصالح مع نفسه ومع العالم، ويستعيد دورة المعهود على المستوى العربي والأقليمي والدولي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. في الجانب المالي أجرينا إصلاحيات كبيرة في النظام المالي للبلاد، ووضعنا سياسات تتماشى مع المعايير المالية الدولية، ووضعنا شوطا كبيرا في مسيرة إعفاء الديون وما تتبعها من التنفيذ إجراءات مالية الملية. ونعلم جميعا أن الديون العالمية تثقل كاهل الدول وتشكل عارفا أمام الاستثمارات وخلف فرص العمل. ونحن في الصومال شدد الحاجة في الوقت الراهن لدور أشقائنا المحورين في مسيرة عفاء الديون، وكما تعلمون فجزء من تلك الديون هي الديون للدول والصناديق العربية. لذا نطلب من أشقائنا العفاء من هذه الديون، وعلاوة على ذلك نطلب من قادة الدول العربية التواصل مع المؤسسات والصناديق والدول التي لها دين على الصومال لعفاء تلك الديون. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الصومال يتميز بأهمية كبيرة بموقع استراتيجي، ويتمتع بالكثير من الموارد والثروات الزراعية والسمكية والمعدنية، وما هي لمساهمة في إيجاد حلول الأزمات الغذائية في عصر يشهد شح في الحبوب والمواد الغذاء الأخرى، ولكن بعد حل مشكلتي الأمن والديون. على الصعيد الإنساني لا يخفى عليكم حجم المعاناة الناجمة على أوضاع الإنسانية في منطقة قرن إفريقي، والتي ينال الصومال القسط الأكبر من هذه الأزمة الإنسانية الناجمة على الجفاف الحاد لعدم هدوء أمطار في 5 مواسم متتالية، مما أدى إلى موت الماشية بعد نضوب الآبار وجفاف الأنهار، ويواجه الملايين من شعبنا أزمة غذائية حادة خاصة الأطفال، ويخشى أن تسوء الأوضاع أكثر وتتحول إلى مجاعة في بعض المناطق من البلاد. وفي إطار سعينا لمواجهة التصحر والتصدي للتداعيات تقلبات الطبيعية والمناخ، أنشأنا وأول مرة وزارة تعني بشؤون البيئة والتغير المناخي، على أمل أن نجد حلولاً لأزمات المتكررة المتمثلة في الجفاف الحاد والفيضانات المدمرة، نظراً لتأكل البيئة التحية للإنهار، ولمواجهة كل هذه لدينا خطط لوضع حلول ناجعة لها، ونتطلع إلى مساعدة الدول العربية الشقيقة في هذا السعود. أصحاب الجلالة والفخامة، في الختام نجدد عزمنا على بذل كل الجهود لخدمة قضايا بلداننا، وأن يتمكن عملنا المشرك من التشارك والتشاور، وندعو الله أن يوفقنا لما فيه خير لأمتنا، وأن يسدد جهودنا لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها وطننا العربي بما يعز أمننا واستقرارنا، ويحقق ما تطلع إليه شعوبنا من الازدهار والرخاء. وأخيرا أكرر الشكر لفخامة الأخ رئيس الجلسة والمعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية ولكل الحاضرين في هذه الاجتماع الهام. ودمت في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس حسن الشيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية على كلمته،
وأدعو فخامة الرئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي دولة ليبيا لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، بدءا بحمد الله العلي القدير والثناء عليه على أن كللت جهود أخي الرئيس عبد المجيد تبون بثمرة التئام البيت العربي مجددا في بلدنا العامر الجزائر، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على ما بذلته من جهد وتحملته من صعاب خلال الفترة الماضية، كما نسأله تعالى أن يمنحنا أسباب التوفيق والسداد ضمن ما يشهده العالم من تحديات وأزمات تستوجب النظر بعيون المستقبل واستحقاقاته. من هذا المنبر أتوجه إلى أشقائنا وأهلنا بالجزائر لأهنئكم بذكرى مجدكم، ذكرى نصركم، ذكرى الأول من نوفمبر في كتاب نضالكم منقطع النظير لتحرير بلدكم وسيادة شعبكم على أرضكم الطاهرة التي ارتوت بدماء أبطال الثورة الجزائرية والنضال الوطني على مدى أكثر من 132 سنة. على الرغم من كل آلامها إلا أنها توجت بنصر الشعب الجزائري، والذي لم يتخلى عنه الشعب العربي في مسيرته النضالية، وكان شعبنا في ليبيا، ليبيا المقاومة، ليبيا المختار ورفاقه الأحرار الأقرب لكم والداعم لكم بكل ما استطاع من جهد. وأيضاً أهني الأشقاء في دولة قطر الشقيقة على استضافتها لكأس العالم الذي يعد محفلاً باسم كل العرب، ونهني إخوتنا في جمهورية مصر العربية لاستضافتها مؤتمر المناخ كاب 27. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مضت سبع عقود ونيف على تأسيس هذه المظلة للعمل العربي المشترك على أساس الانشغال بالقضايا قضايا الأمة، ومن أجل السعي بكل السبل إلى تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعوبنا، وللحفاظ على سلامة ووحدة واستقرار كل قطعة من جسد هذه الأمة العظيمة. وهذه الغاية تحتمها علينا وحدة المصير والمصالح المشتركة، ولذلك فبلادي تؤكد على مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العربية المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فلا حل دائم أو مرحلي يعد مقبولاً ما لم يحترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً للمبادرة العربية والمقررات الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد يرحب المجلس الرئاسي بتراجع الحكومة الإسترالية على قرارها السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أكثر من عقد من الزمن قد مر ولا زال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الحرية والديمقراطية والقانون، غير أن هذا الهدف لا يزال محفوفاً بالتحديات محلياً وأقليمياً ودولياً. إن ومن تحت هذه القبة ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية،
ووقف التدخلات السلبية غير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. أيها السادة الكرام، يطلع المجلس الرئاسي بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تمهيداً لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة. كما أود أن أثني على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملنا من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود. إن هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن غير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء تدابير الثقة بين الليبيين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. إن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم. فلا يخفى عليكم إن المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمات وتسهم في تفاقمها، فضلاً على أنها تقف حاجزاً أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي. وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي على ضرورة أن يوظف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022 وتوافقاً مع قرارات جامعة الدول العربية وآخرها القرار 8797 لسنة 2022 الصادر عن الدورة 158 لمجلس الجامعة، والذي حث مجلسي النواب والدولة على التوافق لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الأجال تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي التي عبر عنها بوضوح. كما لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية التي تعد إحدى أهم مكونات الأزمة في ليبيا نظراً للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، وحيث يتوجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وضمان العدالة والرشد في الإنفاق. إن هذا الأمر أيها السادة لا يتأتى برهن مقدرات الشعب الليبي إلى أي آلية دولية مهما كانت النيات الحسنة التي تقف خلفها، ولكنه يتحقق بتوافق الليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة تشارك فيها كل الأطراف الليبية وتضبط من خلالها مالية الدولة خلال المراحل الانتقالية، بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة لإجراء الانتخابات المنشودة. ختاماً، أدعو الجامعة العربية ممثلة في أعضائها وأمانتها العامة إلى مساندة المجلس الرئاسي وممارسة دورها المأمول في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة بين الليبيين جنباً إلى جنب مع الدور الذي تقوم به منظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في ليبيا. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير وصلاح شعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي دولة ليبيا على كلمته، وأدعو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة السيد عبد المجيد تبون
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السادة أصحاب المعالي والفخامة قيادات الدول العربية ورؤساء الوفود، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي مخاطبة جمعكم الكريم في هذا البلد العزيز الذي ارتبط اسمه بالتضحية الوطنية، فعرف بأرض المليون شهيد، فالمجد والخلود لشهداء الجزائر وشهداء الأمة العربية في كل مكان. تحية للشعب الجزائري وقيادته بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، تاريخ انطلاق الثورة الجزائرية المجيدة، والتي تتزامن مع التئام هذه القمة في دورتها 31. سادة والسيدات، جميعنا يعلم الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة العربية ممثلة في أمينها العام معالي الأخ أحمد أبو الغيط، وحكومة الجزائر ممثلة في فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون لإنجاح هذه القمة، والتي تنعقد في ظروف إقليمية ودولية معقدة، الأمر الذي يضع هذه القمة أمام تحدي الوصول إلى معادلة توازن بين تطلعات أمتنا وبين مواجهة تعقيدات الواقع الإقليمي والدولي. الحضور الكريم، لقد أظهرت المتغيرات الدولية والتغلبات المناخية الكثير من مظاهر الأزمات، وفي مقدمتها أزمة الغذاء العالمي، فالأمة العربية تنتظر منا الفعل الناجز والتخطيط العلمي والتنفيذ الملتزم بالروح القومية وفق منهج العمل الجماعي الذي يراعي ضرورات مصلحة الأمة تجاوز هذه الأزمات. إننا في السودان نؤكد جاهزيتنا لتحقيق الشعار القديم المتجدد ليكون السودان بالفعل سلة غذاء العالم، وبهذا الالتزام المعلن فإن نداء السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي يظل مفتوحاً للحكومات العربية وقطاع الأعمال العربي على السواء. ومن جانبنا فقد شرعنا بالفعل في تنفيذ هذا المشروع وفق إمكانياتنا القطرية المحدودة، ونأمل أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات العربية لدعم مشروع الاكتفاء الذاتي لأمتنا العربية من الحبوب والغذاء بأعجل ما تيسر. سيد الرئيس، يعلم الجميع أن السودان يمر بمرحلة انتقالية استثنائية في تاريخه تقتضي أن يعمل الأشقاء كافة مع القوى الوطنية السودانية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية والعمل على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية، كما نأمل أن تتخذ قمتكم الواقرة قرارات من شأنها دعم وحدة وسيادة واستقلال السودان. ومن جانبنا نؤكد التزامنا الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف، والجهود الأخرى التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، آملين أن يؤدي كل ذلك إلى وفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة من الكفاءات المدنية مقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً، تدير مؤسسات الدولة وتهيئ البلاد
لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة بانتهاء الفترة الانتقالية. سيد الرئيس، حضور الكريم، لقد شكل السلام أولوية ملحة للثورة الشعبية في بلادي، وأثمرت جهودنا في ذلك التوقيع على اتفاق جبل السلام في أكتوبر من العام 2020، والذي أسهم إلى حد كبير في إنهاء النزاع المسلح في دارفور. إلا أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة نعمل على تجاوزها بإرادة صادقة من قبل الدولة وأطراف السلام، ولتعزيز هذه الإرادة المشتركة ندعو هذه القمة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء إلى دعم تنفيذ الاتفاقية ليعم السلام ربوع بلادنا. ولا يفوتني هنا أن أثمن بكل تقدير جهود ودعم الأشقاء والأصدقاء والمانحين الذين وقفوا مع بلادي في محنة الفيضانات والسيول التي ضربت بلادنا في الفترة الأخيرة، فلهم منا الشكر والتقدير والثناء. سيد الرئيس، الحضور الكرام، رغم التحديات الوطنية التي تعمل بلادنا على تجاوزها، ظل السودان يلعب دورا إيجابيا داعما للسلام والاستقرار والتنمية في الوطن العربي من خلال دوره الإقليمي الفعال ومن خلال ترأسه الحالي لمنظمة الإيجاد. ظل يقوم بدوره في دعم الاستقرار في كل من جمهورية جنوب السودان الشقيقة وجهود السلام في جمهورية الصومال، كما ينشط السودان كذلك في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والإتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء وفي منطقة البحر الأحمر. والتزاماً بمبادئ العمل المشترك، يسمن السودان التواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الجارة الشقيقة ليبيا، وصولاً إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع إلى طبيعتها. ونعمل أيضاً بجانب إخوتنا الأشقاء الليبيين في هذا الصدد مع دول الجوار الليبي لتقليل حدة التوترات المسلحة في المنطقة. سادة الحضور جميعاً، جدد السودان موقفه الثابت المبدئي إزاء القضية الفلسطينية بضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 6 يونيو 1967. وفي هذا الصدد فإننا نسمن المبادرة الجزائرية لتوحيد الفصائل الفلسطينية وما خرجت به من تفاهمات، كما سيظل السودان سنداً للحكومة الشرعية في اليمن، ويدعو كافة الأطراف لاستئناف الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ البلاد وتحقن الدماء، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل. سيد الرئيس، أود الإشادة بمبادرتكم الكريمة لمنتدى تواصل الأجيال. هذه الرعاية التي تأمن لمجتمعاتنا المحلية التواصل، ويؤكد السودان دعمه لإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت إشراف الجامعة العربية، كما ندعم الأفكار والإسهامات التي تفضلتم بطرحها من أجل ترقية عمل الجامعة العربية وتفعيل مؤسساتها ومنظماتها بالعمل العربي المشترك. سيدي الرئيس، أسمحوا لي في ختام حديثي أن أجدد لكم شخصياً خالص الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهد مقدر لإخراج هذه القمة بهذا التنسيق والتنظيم الدقيق، كما نشكر لكم
كرم الضيافة والحفاوة الأخوية الصادقة، ويمتد شكرنا للأخ السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وكل الطاقم العامل بالجامعة على إنجازهم لأعمال هذه القمة بكفاءة وهمة عالية، واثقين من حسن متابعتهم للمخرجات الهامة لهذه القمة ووضعها موضع التنفيذ. في الختام شكرنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة الفريق الأول. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس سيادي الانتقال السوداني على كلمته الطيبة. الكلمة الآن لفخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور جميعا، أود في البداية أن أعرب عن بالغ التقدير للجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الوفادة والجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة التي يتزامن انعقادها مع ذكرى ثورة التحرير المجيدة في هذا البلد المناضل العروبي العزيز. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة تونس للدولة السابقة ومساعيهم المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. وأود التعبير أيضا عن تقديرنا لجهود معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط وكافة مساعديه وكادر الأمان العامة لجامعة الدول العربية ومواقفهم في الدفاع عن مصالح شعبنا وأمتنا والأمن القومي العربي. واسمحوا لي إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أن أعرب لكم عن عميق امتناننا لوقوفكم الثابت إلى جانب شعبنا وقيادته الشرعية على أمل أن تمثل هذه القمة تحولاً حاسماً نحو استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها في بلادنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، كان يحدوني الأمل في أن أحمل إليكم من بلدنا المنكوب أخباراً سارة بعدما حاولنا مع حلفائنا وشركائنا إحياء مسار السلام بالموافقة على الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة وتمديدها لفترتين متتاليتين. في خضم ذلك الزخم لمسار التهدئة المدعوم واستجابتنا الكاملة لكافة بنود الهدنة سادت روح جديدة من التفاؤل في أرجاء البلاد بعد 8 سنوات من الجمود والحرب. لكن هذا الأمل سرعان ما تبدد كما كان متوقعاً عندما اختارت الميليشيات الحوثية الإرهابية مجدداً التصعيد على نحو غير مسبوق تماهياً مع استراتيجية النظام الإيراني التوسعية في المنطقة. ففي غضون 6 أشهر من الهدنة المنهارة، وهو عمر مجلس القيادة الرئاسي الذي أتحدث باسمه اليوم نيابة عن إخواني أعضاء المجلس والشعب اليمني، التزمت حكومتنا بكافة شروط الهدنة وما تزال ملتزمة بها حتى اليوم رغم رفض الميليشيات الإرهابية تجديد الهدنة وعدم وفائها بالتزامها المتعلق بفتح طرق مدينة تعز المحاصرة منذ 7 سنوات. وكانت آمال شعبنا تتطلع إلى خطوة أخرى في مسار السلام تعود بمزيد من الفوائد لشعبنا اليمني من خلال تجديد الهدنة لمدة 6 أشهر إضافية متضمنة
وجهات سفر جديدة ودفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات عام 2014 في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية. لكن تلك الميليشيات تهربت من هذه الاستحقاقات برفض تجديد الهدنة واستهداف مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة في عمل إرهابي أدى إلى وقف صادرات المينائين الحيويين، سعياً منها لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة وإعاقة عجلة الإصلاحات الخدمية والمعيشية التي بدأها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال الأشهر الماضية من عمر المجلس. وفوق كل ذلك، ما تزال هذه الميليشيات تعلن عن تهديدات يومية للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في عموم اليمن ودول الجوار التي كانت في صدارة قيادة الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216. ولهذا بادرنا إلى تعديل استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة المتطرفة بتصنيفها منظمة إرهابية، وندعوكم أشقائنا الكرام لفعل الشيء نفسه بناء على الوقائع وتأكيداً على قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8725 على مستوى المندوبين الدائمين الصادر بيناير 23 يناير من العام الجاري، والمصادق عليه في وقت لاحق من قبل المجلس الوزاري الذي يطالب الدول كافة بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، إنني على إدراك بالتساؤلات والمخاوف التي يطرحها البعض بشأن تداعيات التصنيف الإرهابي للميليشيات الحوثية، لكن هذا التحول في استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة يراعي تلك المخاوف وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والشواغل الإنسانية والقيم والمبادئ والمصالح المشتركة التي تأسست عليها هذه الجامعة قبل 77 عاماً. ومن بين تلك الحقائق أن هذه الجماعة الإرهابية تسببت في مقتل ووفاة نحو نصف مليون يمني بينهم نساء وأطفال، وشردت حوالي 5 ملايين آخرين في أنحاء البلاد وعبر الأقطار والقارات، وزرعت ملايين الألغام والعبوات والمتفجرات المحرمة دولياً، ودفعت بآلاف الأطفال والشباب جنوداً إلى محارق الموت، وشرعت في تجريف هويتنا الوطنية وسحقت الحقوق والمكاسب المجتمعية ومناخ التعايش والتعدد الذي ساد بلدنا على مر التاريخ. إلى ذلك، فإن أكثر من 80% من أبناء شعبنا ينتظرون اليوم المساعدات من الوكالات الإغاثية في ظل تعنت الميليشيات الإرهابية ورفضها كل الجهود والمساعي الحميدة لإحلال السلام ووقف الحرب وإنهاء المعاناة. وعلاوة على ذلك، تتباهى هذه الجماعة الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في اليمن وعبر الحدود، وتطوير أساليب إرهابية لتحديد الملاحة البحرية بدءاً بالزراعة العشوائية للألغام في الممرات الملاحية الدولية، ومهاجمة الناقلات التجارية بالطائرات المسيرة والقوارب المفخخة والصواريخ الموجهة، وصولاً إلى أعمال القرصنة واختطاف السفن والمناورة والابتزاز والتسويف بإنهاء خطر الخزان العائم للبترول صافر والذي تهدد بكارثة بيئية كبرى في المنطقة. وحتى تلك الفوائد المأمولة من الهدنة الإنسانية عملت الميليشيات الإرهابية على تقليصها بمنع النساء من السفر عبر الرحلات الجوية واستمرار رعاية الأسواق السوداء للمشتقات النفطية رغم السماح بتدفق مئات الآلاف من أطنان الوقود. وعلى مدى 8 سنوات
تنصلت الميليشيات الإرهابية عن جميع التزاماتها بما فيها اتفاق ستوكهولم الذي يشمل إطلاق سراح آلاف المحتجزين تعسفياً والمختطفين والمخفيين قسراً، بل ذهبت إلى الإفراج عن المحكومين بقضايا الإرهاب في تخادم صريح مع تنظيمي القاعدة وداعش. ولهذا أيها الإخوة، فإن الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه الحرب والرؤية الإرهابية الحوثية بشأن المستقبل لا يمكن أن نحصرها فقط بعدد القتلى والمدن المحطمة، ولكن أيضاً بالأرض الملغومة وفرص وأحلام أجيالنا الضائعة وهويتنا وأمننا القومي المحفوفين بخطر تغليب مصلحة النظام الإيراني على حساب مصالح شعبنا وأمتنا العربية. ولذلك فقد آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن يتصدى للمشروع الانقلابي التخريبي القائم على الخرافة والعنصرية ومحاولة سلخ بلدنا عن نسيجها الخليجي والعربي وتحويله إلى نقطة انطلاق إيرانية لتهديد الأمن القومي العربي وإمدادات الطاقة العالمية. إن حرمان هؤلاء الإرهابيين من ملاذات آمنة ومنابر تعبوية وتجفيف مصادر تمويلهم وتفكيك إيديولوجيتهم الخادعة سيكون بداية الطريق لهزيمتهم واستعادة مسار السلام الحقيقي والمستدام، على أن ذلك لن يكتمل دون مواجهة وعزل النظام الإيراني الذي يمنح هؤلاء الإرهابيين الملاذ والسلاح والمال والدعم الإعلامي. وإنني أغتنم هذه الفرصة والقمة الرفيعة لقادة أمتنا العربية الكرام للتأكيد على ضرورة دعم كافة الجهود لمنع التدخلات الإيرانية المدمرة في شؤون بلدنا، بما في ذلك التصدي لشحنات الأسلحة ونقل الخبرات العسكرية والأفكار الهدامة التي توثقها أدلتنا الدامغة والتقارير الدولية المتعاقبة. واسمحوا لي انطلاقاً من روح هذه الحقيقة أن أتحدث بمنتهى الصراحة أنه لم تكن لدينا أي مشكلة مع إيران وشعبها الذي يتحمل الآن كل المتاعب الناجمة عن مغامرات نظامه العبثية. إن مصلحة إيران هي في الشراكة مع جيرانها والمجتمع الإقليمي والدولي والتركيز على خدمة ورفاهية مواطنيها والكف عن تبديد مواردهم ومقدراتهم فيما يزعزع أمن واستقرار وسيادة الشعوب والدول. إن الكلمات وحدها لا تكفي أيها الأخوة لوصف حجم المخاطر المحدقة بأمننا القومي، وهو ما يتطلب منا حشد كافة الطاقات والعمل بيقظة تامة على مدى السنوات المقبلة، لأنني أدرك تماماً أن ما يواجهه اليمن اليوم وبلدان أخرى في المنطقة هي تحديات مشتركة، وفي حال تقاعسنا عن التصدي لها فسيلحق بنا الضرر جميعاً دون استثناء. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة الحضور جميعاً، يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وفي المقدمة الحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية وتداعياتها على أمننا الغذائي، وخصوصاً أقطارنا التي تشهد نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية من صنع جماعات متمردة على الإجماع الوطني. وقد كانت استجابة هذه القمة الموقرة لملف التحديات المحدقة بأمننا القومي عملاً رائعاً، حيث تتطلع شعوبنا إلى معالجة جماعية لتأمين غذائها والحد من التداعيات هذه الأزمات المتشابكة على مستويات المعيشة والتدفق الآمن للغذاء والسلع الأساسية. ولا شك أن تداعيات هذه المتغيرات كانت أكثر وضوحاً وتشعباً وعمقاً على أمن الغذاء في بلادنا الذي يستورد نحو 45% من احتياجاته للقمح الأوكراني والروسي. ولذلك فإنني أضم صوتي إلى الأصوات الداعية لتفعيل دور مؤسساتنا العربية المشتركة بما فيها ذلك البناء على المبادرات والمقترحات الرامية لإنشاء تكتل اقتصادي ضامن للأمن الغذائي العربي والحد من الآثار المدمرة للأزمات الدولية الراهنة، خصوصاً على البلدان الأكثر هشاشة، كجزء من استراتيجية عربية شاملة للتنمية والاستثمار في مواردنا المتاحة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات الحضور جميعاً، ما
بعد أكثر من 7 عقود على تأسيس هذه المنظمة العريقة، ما تزال فلسطين وستظل قضيتنا الأولى ورمز لأطول نضال في التاريخ من أجل الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المنشودة. لذلك فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية العادلة التي ستحظى بدعمنا السياسي الكامل في مختلف المحافل وفقاً لحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارة الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تؤيد الجمهورية اليمنية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونلتزم كعضو مؤسس للجامعة العربية باستمرار دعمنا للجامعة والترحيب بكافة المبادرات لتعزيز مكانتها كمظلة وبيت لكل العرب وفضاء مشترك لتوحيد الكلمة وتنسيق الجهود حفاظاً على مصالح أمتنا وازدهارها وأمنها القومي. وإنني أجدها مناسبة في هذا السياق للتعبير عن امتناننا العميق لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين سالت دماء أبنائهم معنا دفاعاً عن أرضنا ومصالحنا ومؤسساتنا وإعادة بناء خدماتنا وتوحيد صفوفنا والذود عن الأمن القومي العربي تأكيداً لمعاني التضامن والتكامل الذي أكد عليه ميثاق جامعة الدول العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الإخوة والأخوات الحضور جميعاً، لقد كان من دواعي سروري أنني التقيت بعدد من الزعماء والقادة المتواجدين معنا هنا اليوم، وإنني وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نتطلع إلى دعمكم جميعاً لجهود استعادة مؤسسات الدولة في بلادي وتخفيف المعاناة الإنسانية وإقرار الآليات الجماعية المناسبة على هذا الصعيد. وبعون الله ستمثل هذه القمة في أرض الجزائر أرض المليون شهيد بداية لصنع التحول واستعادة الريادة العربية، وأن يتم تذكرها باعتبارها قمة السلام والتضامن ولم الشمل والموقف الحازم لحماية مصالح الأمة العربية وأمنها القومي. كل الشكر لكم مجدداً أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وكل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لهذه القمة لما فيه خير وازدهار الأمة ومصالحها المشتركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية على كلمته، وأؤكد له أن قلوبنا مع اليمن وسنكون دائما مع اليمن إن شاء الله. الكلمة الآن لفخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، فليتفضل مشكورا. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجميع الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بتهنئة لشعب الجزائر على نجاح ثورة نوفمبر 1954، كما أدعو بالتوفيق والنجاح لجمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اقتضاء مصر لقمة المناخ COP27، وكما أدعو الله التوفيق والنجاح لدولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على استكمالها التحضيرات لاستضافتها كأس العالم لأول مرة في المنطقة العربية. كما يسعدني أن أنهي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على ترأسها هذه الدورة العادية
للقمة العربية متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في إدارة مجالسنا والتوصل إلى النتائج المرجوة والتي تكرس طموحات بلداننا وشعوبنا معربا لها قيادة وحكومة وشعبا عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما منذ وصولنا إلى أرض الجزائر بالإضافة إلى التنظيم المحكم لهذه القمة. ولا يفوتني هنا الإشادة بما بذلته الجمهورية التونسية الشقيقة من جهود مقدرة ومتابعة حثيثة لأعمال قمتنا في دورتها السابق وما نتج عنها من قرارات أسمحت في دعم عملنا المشترك. كما أشكر معالي أحمد أبو العيث الأمين العام ومعاونيه في الأمانات العامة للجماعة على ما بذلوه من جهود الإعداء الجيد لقمتنا هذه. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، إن جمهورية القمر المتحدة وهي تشارك في هذه القمة لا يحدوها الأمل أن يثمر هذا اللقاء بين الأشقاء إلى نتائج إيجابية في مجال العمل العربية المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية بل وللعالم أجمع. الحضور الكريم، تنقض قمتنا هذه في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة وتحديات حصيرة تواجهها أمتنا العربية، فهناك بلدان عربية شقيقة تشهد حروبا أهلية بغيضة وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة هذه التحديات وهي مدخل لحل قضايا المنطقة وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتحقيق طلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أهنئ الشعب الفلسطيني الشقيق على توقيع إعلان الجزائر لاتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ذلك الاتفاق الذي نأمل أن يرى النور على أرض الواقع حسب البنود الواردة فيه. ولا يسعني في هذا الصدد إلا أن أبدي اعتذاري وامتناني للقيادة العربية التي ساهمت في إنجاز هذا الاتفاق، وأخص بالذكر أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وإذ نجدد معنا المستمر لقضية فلسطينية ونهيب مجددا بالإطراف الدولية الفاعلية ولا سيما اللجنة الرباعية أن تمارس مزيدة من الضغوط على إسرائيل للحلولة دون الاستمرار في سياستها الاحتلالات والتنكر للشريعة الدولية ومرجعات العمليات السلمية. الحضور الكريم، إن بدالنا ظلت أمين بأهداف وميثاق هذه الجماعة وبوحدة مصير هذه الأمة وبضرورة تنظير التعاون بين دولنا وتحقيقنا لأكبر قدر من إنجاز أهدافنا في التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ومن هذا المنطلق فإننا نشكر كافة الدول العربية التي سندت وتساند في دفع عجلة الاستقرار والتنمية في جهور القمر المتحدة وتطلع إلى مزيد من التعاون وتعزيز شركة الاستراتيجية في المجالات كافة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، قبل أن أنهي كلمتي اسمحوا لي أن أدعوكم للمشاركة في الندوة الحكومية التي تنعقد في جزر القمر في 3 من شهر ديسمبر هذا العام، وذلك بهدف متابعة نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في شهر ديسمبر 2019 في باريس، وتهدف هذه الندوة للإسراع في تنفيذ إعلانات الصادرة في ذلك المؤتمر، وبالتالي تمكين الحكومة القمرية
من القيام بتمويل خططها التنموية ورؤيتها لجعل البلاد دولة صاعدة بحلول عام 2030 أمناً، أن تقضي قمتنا إلى نتائج إيجابية على درب تعزيز المزيد من تماضمنا، راجع من الله تعالى أن يوفقنا في جهودنا من أجل تحقيق غدا أفضل شعوبنا ودولنا في الأمن والأمان. وشكراً لحسن اعتنائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة على كلمته، وأدعو دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية لبنان. يتفضل. شكرا. السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الفخامة والسمو والدولة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. بداية أتوجه بالشكر والتقدير للجزائر قيادة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، وعلى كل الجهود التي بذلت من أجل توفير أفضل الظروف لنجاح قمة لم الشمل العربي. وإنني إذ أعرب عن تقديرنا وشكرنا للجهود التي بذلتها تونس الشقيقة في خلال ترأسها للقمة الماضية، فأننا نتمنى للجزائر الشقيقة النجاح في رئاستها للدورة الحالية للقمة. يشرفني أن أمثل لبنان بكلمة صريحة موجهة من أخ لإخوته، نابعة من قلب مخلص لعروبته. أمثل لبنان منارة العروبة الذي احتضنت جامعاته منذ أوائل القرن الماضي قادة العرب، فكان مهداً لليقظة الفكرية للقومية العربية. وفي هذه الأيام المجيدة أستذكر تعاطف لبنان مع الشعب الجزائري في ثورته، حيث اكتظت الشوارع بالمظاهرات، واعتبرنا أن ذلك الانتصار ليس فقط للشعب الجزائري بل أيضاً نجاح للتضامن العربي وللعروبة. مع انعقاد القمة تنتصر الجزائر اليوم في استقبال هذه القمة التي نعلق عليها أمالاً كثيرة بأن تكون امتداداً للانتصار والتضامن العربيين. ولكنني أيها الأخوة أصارحكم القول، إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير. نعم، بلد الأرز قد تغير، المنارة المشرقة انطفأت، والمرفأ الذي كان يعتبر باب الشرق انفجر، والمطار الذي يعتبر منصة للطلاق تنطفئ فيه الأنوار لعدم وجود المحروقات. نحن في دولة تعاني اقتصادياً وحياتياً واجتماعياً وبيئياً، ونحارب الأوبئة بأقل الإمكانات. نعم، بأقل الإمكانات، حتى وصلنا إلى اللحم الحي. لبنان مساحته صغيرة، ولكن أبوابه بقيت مشرعة لكل الأخوة والعرب خصوصاً. أما اليوم فبتنا غير قادرين على الاستمرار في استضافة ديموغرافيا عربية باتت تقارب نصف الشعب اللبناني. بنيتنا التحتية باتت مترهلة، مواردنا أصبحت قليلة، ونعاني تضخماً كبيراً لا مثيل له. ورغم ذلك نحن نستقبل هذه الديموغرافيا، ولكننا أيها الأخوة تحولنا جسداً ضعيفاً يحتاج إلى مقويات بدل التجاهل الحاصل. لا يخفى عليكم وأنتم خير المتابعين والمهتمين الظروف الاستثنائية في صعوبتها وتعقيداتها التي يمر بها لبنان. فنحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة وخسارة الوطن لخيرة أبنائه. وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة غير مسبوقة، حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدين لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وبالرغم من هذه الظروف نجحنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعناها، ومن أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي وإيجاد نظام طارئ للأمن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ونواصل العمل للسير قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة. كما نجح لبنان مؤخرا في التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود الجنوبية لمنطقته الاقتصادية الخالصة، ونأمل أن يكون ذلك بداية مسار يقود إلى ازدهار لبنان، ويتبعه أيضا التوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين. وفي سياق جهودنا هذه لا بد لنا من شكر الأخوة العرب الذين لبوا النداء، ولا نزال نعول على مساعدة جميع الإخوة العرب للبنان. وأننا إذ نستذكر اتفاق الطائف الذي أرسى معادلة الحكم في لبنان، فلتأكيد التزامنا التام به وعدم تساهلنا مع أي محاولة للمس بجوهره. أصحاب الفخامة والسمو والدولة، لا أجد في ختام كلمتي أفضل من الدعوة الصادقة إلى التكاتف والتعاون وتفعيل التنسيق وتعميقه فيما بيننا، ومد جامعة الدول العربية بمزيد من الدعم للقيام بدورها في هذه الظروف التاريخية. إن لبنان يعلن تمسكه بإنشاء المركز القانوني العربي على أرضه، وخصص قطعة أرض لبنائه. أصحاب الفخامة والسمو الدولة، في المنعطفات الكبرى التي تتهدد فيها الخرائط الجيوسياسية تقتضي الحكمة أن يزداد التفاف أمة العرب حول نفسها، بحيث لا يغيب أي من أركانها عنها، ولا تبقى بعض نواحيها مكلومة أو مأزومة. وأنني في هذا السياق أؤكد التزام لبنان بقرارات الجامعة العربية ودعم هذه المؤسسة بالقيام بدورها في هذه الظروف التاريخية، وأعلن تضامننا الكامل مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. في النهاية، لتتشابك الأيدي العربية لإنقاذ بلد لبنان الذي يعتز بالعروبة والمحبة لأشقائه. أطيب التحيات لكم من بلاد الأرز، من لبنان، هذا الوطن الصغير الذي يمكن أن يكون له دور كبير في خدمتكم، في خدمة العرب، إذا أحيط بحب كبير منكم. لا تتركوه وحيدا، وشكرا والسلام عليكم. أشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية لبنان على كلمته، ومثل ما تكلمنا على انفراد سنكون دائما مع لبنان إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. أدعو سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك مملكة البحرين، فليتفضل مشكورا. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين المعظم، وتمنيات جلالته حفظه الله بنجاح القمة، معبراً عن اعتزازي بالمشاركة ممثلاً لجلالته في أعمال هذه القمة التي تمثل منعطفاً في مسيرة العمل العربي المشترك، وسبيلاً لإعادة التضامن، تحقيقاً لآمال وتطلعات دولنا العربية
وشعوبها الشقيقة. ويشرفني يا فخامة الرئيس أن ألقي الكلمة الموجهة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم لهذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نتقدم لأخينا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بخالص التهنئة على تسلمه رئاسة القمة العربية في دورته الاعتيادية 31، متمنين لفخامته كل التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك في الفترة المقبلة لما يعزز مصالحنا المشتركة ويخدم قضايانا العربية العادلة. كما نعرب عن أخلص التهاني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني، مقدرين لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته الموقرة الدعوة لانعقاد هذه القمة واستضافة أعمالها ولما بذله من جهود وما قام به من اتصالات لضمان انعقادها. ونعبر عن الشكر للجمهورية التونسية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد على إسهاماتها الطيبة في تعزيز العمل العربي المشترك وإدارتها الحكيمة للقمة 30، قمة العزم والتضامن. والشكر والتقدير موصول لمعالي أحمد أبو القيض أمين العام جامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة للجامعة لجهودهم في الإعداد والتحضير للقمة والعمل على نجاح أعمالها في مجالاتها المختلفة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يأتي اجتماع اليوم تأكيداً على إدراكنا التام بما يحيط بدولنا وشعوبنا من مخاطر وتحديات تهدد أمننا القومي وتعطل عملنا المشترك، تستوجب سرعة العمل للوصول بالتنسيق والتعاون العربي الثنائي والجماعي لأعلى مستوياته، وذلك في ظل الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤطرها جامعتنا العربية وميثاقها لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات والظروف التي تحاصر وطننا العربي الكبير والصراعات السياسية والعسكرية التي تعاني منها بعض دولنا العربية وما تشهده من تدخلات خارجية في شؤون الداخلية، كما أن مشكلة الغذاء والطاقة والمياه وانتشار الأوبئة والأمن السبرياني من التحديات التي تهدد الأمن الوطني القومي في وطننا العربي، كل ذلك يفرض علينا جميعا ضرورة توحيد الصف والتضامن. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن حل القضية الفلسطينية من أهم المطالب والأهداف التي تعمل من أجلها مملكة البحرين باعتبارها القضية المركزية التي لن يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة ولن نضمن أمنها واستقرارها ونموها إلا بحل هذه القضية العادلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق فإنه من الواجب الإشادة بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لاستضافتها ورعايتها لاجتماع الفصائل الفلسطينية الذي أسفر عن وثيقة إعلان الجزائر، آملين أن يحقق هذا الإنجاز وحدة الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل على الأصعدة كافة لنيل حقوقه المشروعة. وفيما يخص الأزمات الأخرى فإن عدم الالتزام بأسس مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والإصرار والتمادي في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية فإن ذلك من التحديات التي ينبغي التنسيق والعمل على حلها من خلال الحوار الوطني ما بين الأطراف ذات العلاقة على أساس مبدأ حسن الجوار وسيادة
الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية. وفي الإطار ذاته تجدد مملكة البحرين دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السيادة على الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأم موسى، وإدانتها لاستمرار إيران في احتلالها لهذه الجزر، وعلى ضرورة استجابتها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما تثمن مملكة البحرين الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إعادة الأمن والاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية، وتعرب المملكة عن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ومساندتها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والازدهار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تشاطر مملكة البحرين دول المنطقة والمجتمع الدولي القلق أزاء تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية في ظل التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وتجدد موقفها أزاء هذا الخطر وامتلاك هذه الأسلحة، ودعوتها للمجتمع الدولي لإخلاء المنطقة ومن غيرها من الأسلحة الدمار الشامل، وتدعو إلى احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، كما تدعو إلى وقف أعمال قرصنة البحرية وحماية الملاحة الدولية وتأمين امدادات النفط وسبل التجارة العالمية وصيانة المصالح المشتركة للدول والشعوب التزاماً بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية. ومن القضايا المصيرية التي باتت أكثر ارتباطاً بأمننا القومي، ومن أهم متطلبات نجاح واستدامة مسارنا التنموي، تحقيق الأمن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي، وذلك بالاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية ومصادرنا الذاتية وتنمية قدراتنا وصولاً للتكامل بين الدول العربية التي تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لبلوغ هذا الهدف، ويمكنها من التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية التي طرأت على العالم وما يشهده من نزاعات وتغيرات اقتصادية وسياسية واستراتيجية. ويرتبط الأمن المائي ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، مما يجعل من قضية المياه في الوطن العربي قضية استراتيجية تستوجب تكثيف الجهود بشأنها. وفي هذا السياق نجدد مساندة مملكة البحرين للحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقين في مياه نهر النيل، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدين أيضاً على أهمية التعاون المشترك في حماية البيئة والحد من تغيرات المناخ، في ضوء تأييدنا لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، متمنين لنجاح جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة ورئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة الدورة 28 لمؤتمر COP28 العام المقبل. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن جدول أعمال قمتنا يتضمن البنود والقضايا التي تشمل مختلف قضايا العمل العربي المشترك في شتى مجالاته، ونتطلع بكل تفاؤل أن تكون هذه القمة قمة إنجاز على مختلف الأصعدة، وذلك بالخروج بقرارات تسهم في تعزيز مسارات عملنا الجماعي ونتائج تلبي تطلعات دولنا وشعوبها العربية جميعاً، وأن تكون قمة التنسيق والتعاون والتكامل، وذلك من خلال
تعزيز دور جامعة الدول العربية وتمكينها من أداء دورها القومي في تعميق التعاون العربي وتدعيم الروابط بين الدول العربية ومواجهة التحديات الكبرى التي تهددها. اعتماد التحرك والنهج الجماعي أزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية والتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية في ظل ما يجمعنا من أواصر ووحدة المصير. التمسك والتوافق على دور عربي يساعد في التوصل لتسوية الأزمات المنطقة وتقوم على الحوار الوطني والحل السياسي واحترام خصوصيات الدول والمجتمعات وعدم السماح بالتدخل الخارجي باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحل الصراعات واحتواء الخلاف وإنهاء معاناة الشعوب. تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية والبناء على ما تحقق من مكتسبات في الحوارات العربية والأفريقية والأمريكية الجنوبية ونجاح قمة جدة للأمن والتنمية، معربين عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للقمة العربية الصينية في ديسمبر المقبل. تنمية التجارة فيما بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز مكانتها بين دول العالم. العمل على بلورة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي العربي لما تمثله هذه القضية من أهمية متقدمة في أجندة حاضر ومستقبل العمل العربي. التعاون في قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي في ضوء وثيقة التعليم في العالم العربي التي تم إطلاقها في مملكة البحرين خلال هذا العام. وفي الختام نجدد شكرنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير وصالح أمتنا العربية وضمان أمنها وتقدمها وازدهارها في كافة المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على كلمته، وأدعو صاحب السمو الأمير فيصل فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية فليتفضل. مشكور. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، أصحاب الفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا بداية أن نتقدم بالتهنئة لفخامتكم ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق بمناسبة الذكرى 68 لثورة التحرير الجزائرية، متمنين لفخامتكم ودوم الصحة ولبلدكم المزيد من التقدم والازدهار. كما نتقدم الشكر والتقدير لفخامتكم ولحكومة وشعب الجزائر على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما نشكر الجمهورية التونسية بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد على ما بذلته من جهود لإنجاح أعمال القمة السابقة. والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والجميع العاملين بها على ما يقومون به من جهود مقدرة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. الإخوة الحضور، لقد أفرزت الأزمات العالمية المتتالية تحديات مشتركة أثرت على أمن واستقرار منطقتنا العربية وأضعفت من وتيرة تعافيها الاقتصادي وفرص تحقيق التنمية لمواطنيها. وإن تفاقم حدة التنافس والصراع الجيوسياسي الدولي في الآونة الأخيرة ينذر بتقويض قدرة المجتمع الدولي على مواجهة تحدياته المشتركة بفاعلية، وكل ذلك يستدعي منا تكثيف التنسيق والتشاور داخل البيت العربي، وأن ننبذ خلافاتنا البينية ونغلب مصالحنا المشتركة مؤكدين على وحدة الصف والمصير لنتمكن من مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وتجاوزها. وفي هذا الإطار ولدعم تحقيق غايات العمل العربي المشترك،
فمن المهم القيام بخطوات عملية وملموسة في سبيل تمكين ذلك، ومن أبرزها العمل على إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وتطوير آليات عملها لتكون أكثر فاعلية في تحقيق التضامن العربي المأمول وتطلعات الشعوب العربية. تواجه العديد من دولنا العربية تحديات عدة تلقي بظلالها ليس على أمن تلك الدول واستقرارها فحسب، بل تطال المنطقة والإقليم ككل. من أهمها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، مما يحتم تكاتف الجهود من أجل تجريب دولنا ما قد يترتب على هذه التحديات من مخاطر واضطرابات. ومن هنا نشدد على أهمية التنسيق المستمر بين دولنا العربية لتعزيز أمننا الوطني والإقليمي، وإننا إذ نجدد رفضنا التام وتصديقه وتصدينا لنهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، فإننا نؤكد على انفتاح دولنا العربية للتعاون والحوار مع الجميع استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يساهم في ترسيخ أسس التعاون والشراكة ويحقق الأمن والرفاه لدولنا وشعوبنا. ونؤكد هنا على اعتزازنا بقيم المستقاة من شريعتنا الإسلامية السمحاء ومن ثقافتنا العربية الأصيلة، والتي لن نتنازل عنها ولن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا. وبما أننا نحترم قيم وثقافات الآخرين، فإننا نأمل أن يحترم الآخرون ذلك. إن تداعيات الأزمات والصراعات الدولية أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين دولنا العربية، وإننا في المملكة العربية السعودية نسعى دائماً إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية. ومن أولوياتنا في هذا الجانب تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من أهم الأولويات لدى العديد من دول العالم. وتؤكد المملكة في هذا الإطار على أهمية العمل العربي الجماعي واستثمار إمكانات المحيط العربي من ثروات طبيعية وموارد بشرية وتنوع حيوي وغذائي في سد احتياج أسواق الغذاء العربي. كما أننا ومنطلق رؤية المملكة 2030 نسعى إلى دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات بالمشاركة مع أشقائنا في الدول العربية، بما يسهم في مواجهة التحديات والأزمات التي تمس الوطن العربي التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر، للنهوض بحاضرنا وتعزيز الأمل بمستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة. الحضور الكرام، إن القضية الفلسطينية ستبقى دائما في صلب اهتمامات أمتنا العربية حتى يتحقق لشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية، بما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما ترحب المملكة بنتائج الاجتماعات التي تبنتها الجزائر ضمن جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتأمل بأن تسفر هذه الجهود عن وحدة الصف الفلسطيني. وفي الشأن اليمني، فإن المملكة مستمرة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، كما أنها بذلت جميع الجهود لدعم المبعوث الأممي في مقترحه لتمديد الهدنة هناك. وإذ نسلط الضوء على رفض الميليشيات الحوثية لمقترح المبعوث الأممي لتمديد الهدنة، لنؤكد على أهمية وجود ضغط سياسي متواصل من قبل المجتمع الدولي والتعامل معهم بجدية وحزم أكبر لتحقيق السلام المستدام في اليمن والمبني على المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيه قرار مجلس الأمن 2216. كما نؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسية اليمني، وكذلك على اهتمامنا بالأوضاع الإنسانية في اليمن بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي للجمهورية اليمنية. وفي الشأن الليبي، تؤمن المملكة بأن حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي وبعيداً عن التدخلات الخارجية من خلال نبذ العنف وتفعيل جميع مسارات الحوار الممكنة حتى يتحقق الأمن والاستقرار المنشود. وفي الشأن العراقي، ترحب المملكة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتتمنى لها النجاح والتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق. وتؤكد المملكة استمرارها في تقديم كافة الدعم لجمهورية العراق بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كما تؤكد على استمرار في تعميق التعاون والشراكة بين بلدينا في مختلف المجالات. وفيما يخص لبنان، تشدد المملكة على محورية سيادة لبنان وأمنه واستقراره،
وتطلعوا إلى انتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان يمكنه توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية وتنفيذ أحكام القرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الصادرة من مجلس الأمن ومن جامعة الدول العربية والالتزام باتفاق الطائف. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، تؤكد المملكة حرصها على أمن سوريا واستقرارها، وتدعم جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بما يحافظ على هوية ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. في الشأن السوداني، تدعم المملكة كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان ويسهم في تعافي اقتصاده ورخاء شعبه، وتسعى المملكة ضمن عضويتها في المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان ودعمها للدور الأممي إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية وصولاً إلى الحل السياسي الشامل، كما تولي اهتماماً كبيراً للبعد الإنساني بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق. ختاماً، نأمل أن تسهم مخرجات اجتماعنا اليوم في بناء التوافق حول القضايا المصيرية التي تهم دول وشعوب عالمنا العربي وإبراز الدور الفاعل لتضامن الدول العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي وإيجاد آليات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه دولنا العربية وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحقق تطلعات وآمال شعوبنا العربية. سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق ما تصبو إليه دولنا وشعوبنا وأن يديم على بلادنا العربية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب السمو الأمير فيصل فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية على كلمته، وكان آخر متدخل. وسنمر إلى المرحلة الثانية إلى الجلسة المغلقة، وأشكر السادة الضيوف وأسرة الإعلام وأطلب منهم مغادرة القاعة من فضلهم.